لطالما كانت مصر حصن القضية الفلسطينية على مر العصور، وما تزال جناحها الأيمن الذي يحملها إلى كافة المحافل واللقاءات الدولية. فلسطين قضية العرب وقضية مصر الأولى على مر التاريخ، ومن أجلها سطرت ملحمة سياسية وقانونية وإنسانية بدأت من 7 أكتوبر 2023، وباتت محطاتها تتزايد يوما تلو الآخر من أجل الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته.